هذا هو الطبيب رامز رضوان يهرول هربا من القصف إلى مكان قد يكون أكثر أمنا من مستشفى الشفاء حيث كان يعمل. الطبيب رضوان وبعد سنوات عمره التي قضاها في علاج المرضى بمستشفى الشفاء يصطحب أسرته مشيا على الأقدام تاركا خلفه قصصا شاهدة على آلام مصابيها وجرحاها. أنا كنت حكيم موجود في مستشفى الشفاء، أجبرنا قسرا للخروج من المستشفى بقرار من سلطات الاحتلال. السلطات الإسرائيلية أكدت أنه لا، يعني قد أعذر من أقدر، كل من أنا في المستشفى عليه الخروج باستثناء المصابين، الطبيب الجراح، بعض الطواقم الطبية وبعض طواقم التمريض لرعاية المصابين. يروي الطبيب الفلسطيني رامز رضوان ما وصفها بفظائع وأهوال لم يرها طيلة عمله في المستشفى. قصص كثيرة وحكايات مرعبة، صراخ وبكاء وموت وجثث متحللة، مشاهد عاينها خلال فترة حصار المستشفى قبل أن يتم إجباره على الرحيل عنه قسرا. عملت في وزارة الصحة 35 سنة حكيم، من 35 سنة ما شفتش مثل هيك فظاعة وهيك إجرام. إسرائيل كانت قد طلبت اليوم إخلاء المستشفى بشكل كامل بعد اقتحام غالبية أقسامه، وقبل ذلك حاصرته لمدة أسبوع على الأقل، سبقتها عمليات قصف عنيفة وأحزمة نارية فوق الشفاء وفي محيطه. آلاف النازحين والمرضى غادروا المستشفى، منهم من لا يمتلك القدرة على الحركة، ومنهم أطفال، ومنهم مرضى على الأسرة ومصابون، ومن بقي في المستشفى ليس بحال أفضل مع نفاد الأدوية وتعطل المعدات وتحول المستشفى لمجرد مبنى أصم بلا فائدة. وضع الجرحى اللي على الأسرة كلها بلاتين، وظروفهم صعبة جدا نتيجة لنقص المواد الطبية والعلاجات. في هنالك بكتيريا بدأت تطلع في الأقدام، يعني ما تأخذني دود صار يطلع من الجرح، دود صار يطلع من الجرح، ناهيك عن معاناة المريض من الألم. مسكنات ما فيش، مضادات حيوية ما فيش، مستشفى تعيش وضع مأساوي. القصة لم تقتصر على الأحياء، فالأمر طال الأموات أيضا. الطبيب رامز رضوان أكد أنه رأى بعينه القوات الإسرائيلية وهي تخطف جثث الضحايا أيضا من ثلاجات الموتى. ناهيك عن أنه قبل يومين أخذ تقريبا 1500 جثث شهداء عبوهم في السيارات وأخذوهم على منطقة مجهولة، وين راحوا الجثث هذه ما حدش عارف.